السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. جايين لكم بقى في فيديو ايه، صينيه السمك بالطماطم اللي هي بالصلصه، يعني هتعجبكم قوي وتنفع للناس اللي عامله دايت وحلوه وما فيهاش دهون كتير ولا زيت كتير. معانا بقى سمك شبار كده او بلطي، منضفينه وغسلينه كويس وعاملين له شق كده من الجنبين، تمام. ومعانا بطاطستين كده متقطعين، بقى عايزين تقطعوهم حلق رفيع، ماشي، صوابع ماشي، بس يعني ايه سمكها يبقى رفيع شويه عشان ايه السمك ما بياخدش سوي. وعصير طماطم كده تقيل ومصفينه من القشر بتاعته يعني، وبصلايه صغننه كده، وفص ثوم، وقرن فلفل رومي. ومعانا بقى ده خضره يعني شبت بقدونس كزبره كان في الفريزر، عندكم طازه ماشي، عندكم متفرز ماشي، ما فيهاش مشكله. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. الوقت بقى يا حلوين، جبنا كده الصينيه اللي هنعمل فيها، حطينا فيها معلقتين ثلاثه زيت كده، وفصين ثوم مفرومين، وبصله كده جوليان او خرطوها على ايديكم عادي، بس نعموها شويه يعني. واللي اول مره بقى يشوف قناتي يشرفني كده وينورني، واشترك في القناة ويفعل الجرس بكلمة الكل عشان يوصل كل اشعاراتي. وبشكر كل فانزاتي من كل البلاد على تعليقاتهم الحلوة ولايكاتهم الجميلة، وفانزاتي اللي دخلوا لي جداد بشكركم والله العظيم، وبحبكم في الله والله. قطعنا كده بقى في الفلاية رومي، برضو عايزين تخرطوها ناعم براحتكم، يعني لو عندكم اطفال ما تحبش الحاجة ظاهرة اعملوها ناعمة. وهنحط بقى شوية خضرة كده، بقدونس وشبت وكزبرة، حطينا كده الخضرة، لو عندكم بقى طازة بحطهم. هنحط بقى التوابل، ملح، الحياء بقى اللي تحبوه، وفلفل اسمر، كمون، واحنا لسه هنحط فلفل اسمر بس ده كمون، وفلفل اسمر. حلوة قوي الاكلة دي اللي بيعملوا دايت برضو. هننزل بقى بالبطاطس، مش عايزين تحطوا بطاطس ما تحطوش، بس بيبقى له طعم حلو قوي مع السمك الصينية. هنحط بقى رشة كزبرة ناشفة كده، كل ده بقى هندعكه في بعضه كده الخلطة دي كلها. هنجيب بقى السمكة وسمكة سمكة كده، ونقوم ايه عاملينها بالتوابل وبالحاجات ديت، دعكينها يعني فيها شوية عشان تشرب ايه من التتبيلة بتاعت البصل والثوم. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك يا حلوين. هنعمل بقى الكمية كلها ونحط عليها بقى ايه الصلصة. عملنا بقى الكمية كلها كده، ننزل بقى بعصير الطماطم اللي مصفيينه. ده بس رشة زيت كده فوق الوش، معلقة زيت بس كده، ونحطها بقى على النار. حطيتها كده بقى على نار متوسطة عشان البطاطاية تستوي يعني والسمك ما يتهراش، وهنغطي عليها بقى لحد ما تستوي. كده بقى يا حلوين الصينية كده قربت تنشف اهي من الصلصة، هتنشف خالص بقى صلصتها كده من عليها، ونشوف بقى واحنا بنشوها كده تحت الشواية. حطينا بقى كده الصينية في الفرن كده تاخد، فتحنا عليها الشواية كده تاخد شواية بس كده، واللي مش عايز بقى يحطها في الفرن تحت الشواية ما يحطهاش، اما تطلع بقى اوريكم البطاطاية وكده واغرفها. كده بقى يا حلوين الصينيه كده خرجت اهي من الفرن، اخدت وش خفيف كده، هنغرفها بقى في الطبق، والبطاطايه بقى استوت كده وجميله عشان اوريكم بقى ايه هي البطاطايه باينه كده كده. شوفوا الفص ابيض وجميل ازاي استوت اهي، شوفوا الجمال.
لذيذة، جربوها كده. البطاطساية اصلا هتبقى احلى من السمك نفسه، تحفة وجميلة. ويا رب بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك يا حلوين، حبايب حنونة، لايك حلو كده وكومنت جميل، وباي باي.